ويلي ويلي شدم عادت له جيب فيهم الحليب ويلي ويلي شدم. مجموعة تتميز برقصات فنية وتراثية مثل الرقصات مثل الخيل مثل القنص. هادشي كيعبر على التراث الفني اللي بنينا التراث بدات ينقرض. كاين واحد الجيل طالع اللي مأسسو انا النيت مجموعة صغيرة والتراث بلينا بدات ينحارب. الحمد لله كما تشوفوا معنا واحد الطفل صغير اللي تا هو نطلعوه على ايديا وان شاء الله غادي تشوفوه في الخشبة غتشوفوا الخشبة وغيكون داكشي ان شاء الله. يا سلام. المجموعة اللي تأسست في 2003 اللي مبنية على أصدقاء وخوت من 2003 وبقات مجموعة كاينين بعض الأشخاص اللي مشاو أوروبا ومنهم بعض الإخوان اللي مشاو لأوروبا وجاو الآن راه يتواجدوا معنا في الفرقة. وهادشي اللي كاين. الرسالة اللي بغينا نوصلو اللي هي فيها كلام قديم اللي تهضر على التراث ديال جدودنا القدام اللي خلاو لنا التراث الفني اللي هو كما قلت لك كيهضر على الخنص تيهضر على الصيد تيهضر على شلا حوايج. شكرا لك.